مرحبا بكم أيها الإخوان مرة أخرى في قناة كويرية في الذاكرة. اليوم ما غاديش نتكلم على النجوم والمشاهير اللي كنتكلم عليهم في حلقات في هذه القناة، ولكن اضطريت باش نشارك أنا من منظوري الخاص في هذه المهزلة الكروية اللي كنعيشو. في الحقيقة منظومة كروية فاشلة، مدرب فاشل، جامعة كرة القدم فاشلة، طاقم تقني مساعد المدرب فاشل، يعني ما كاين غير الفشل الذريع. فأنا غادي نجي من ربما غادي نتكلم من آخر الشريط، يعني المغزى الأخير اللي غادي نقول في هذا الشريط، نبدأ هو الأول. كما كنقول لنا الأصدقاء ديالي، ربما هاد المسؤولين ديال كرة القدم ربما ما كيبغوش يفرحوا الشعب المغربي، وممكن ما كيحبوش المغرب، لأن المغرب كيحبوه الناس البسطاء، المغاربة البسطاء، كما جا في واحد المقدم ديال واحد التلفزه الكترونيه قال لك بان ملي انتهت المقابله ديال المغرب ومصر فهو تلقى مع واحد حارس السيارات كان غيتفرقع، وحتى دوك الناس اللي ماتوا، في انسان مات جالس في المقهى، يعني باين منه انسان متواضع. كما قلت، الناس البسطاء هما اللي كيبغوا المغرب، وكتجي من الغيره والحرقه على البلاد. المسؤولين ما كنظنش انا واش عاد ربما ما كيبغوش يمشيو مع التيار ديال الشعب المغربي، وكيبغيو الفشل، ربما كيطمحوا للفشل. هادشي اللي فهمنا حنايا، لان حنا من 76 وحنايا كانت كاين احلام احلام كتمشي مع السراب. كل مره حنا كنتقربوا للكاس وهي الكاس كتهرب منا. علاش؟ لان منظومه كرويه فاشله. والغريب في الأمر، الغريب في الأمر بأن هذه المنابر ومختلف الصحف الوطنية المغربية هي اللي كانت نادت باش تسيير جامعة كرة القدم ما تبقاش في يد العسكر، يعني وملي ما بقاش كرة القدم كيسيروها العسكر ديالنا، فجاء واحد مدني هبط بالباراشيت وصبح كيدير داكشي اللي بغا، ولا في الحكومة وكيخصص ميزانية ضخمة للمنتخب والمدرب وكيغرف كما يحلو له بدون حساب وبدون رقيب. كما قلت، هاد الصحف اللي كانت نادات باش الجامعة ديال كرة القدم ما تبقاش في الدين العسكر، فهاد المنابر، الغريب في الأمر، هاد المنابر وهاد الصحف يعني ولا كيحكمهم ديكتاتوري، وهو المدرب وحيد، يعني ما بقاش كيخلي هاد الصحف يقربوا للعبة ديال المغرب يديروا معاهم استجواب، او يعني وملي رحلت ملي رحلوا الفريق الوطني المغربي مشى للكاميرون، المدرب وحيد رفض اي صحفي يمشي معاه في الطيار في الطائرة. يعني وهذه هما المنابر اللي كانوا تكلموا ودافعوا على باش تولي الجامعة مدنية ما تبقاش في يد العسكر. وانا من دوري الخاص، اللهم الجامعة ترجع للعسكر. علاش؟ لان مجد الكرة الوطنية المغربية عشناه في يد العسكر ديالنا. والامثلة كثيرة، مع الكولونيل بالمجدوب والكولونيل دريس باموس وحسني بن سليمان، يعني الكرة المغربية ازدهرت في عصر العسكر. وأنا من منظوري الخاص، اللهم الجامعة ترجع للعسكر من الأحسن، لأن شتو هاد السيد هذا اللي نزل بالباراشيت، هذا القجع داير ما باغي، والزاكي كان خدام غادي بنتائج مزيانة بين عشية وضحاها، حتى ولا رونار هو المدرب، وشتو رونار ما حصدنا معاه توا الأصفار، ومن بعد رونار كيطيحوا عاوتاني في جابوا هاد المدرب الفاشل، هذا الفاشل هذا اللي عزيز عليه هذاك اللاعب برقوق. انا ما عرفتش هذاك برقوق اش كيدير،
واش المدرب واحد عزيز عليه ماكل البرقوق، هذاك الشيء علاش كيعيط على برقوق، وبرقوق ما طفر حتى فرقته، والله ما يعني المكانه ديالو في القسم الوطني الثاني ديالنا عندنا في المغرب ما كايناش بلاصتو، لا برقوق ولا، ويمشيو يحزروا في اللعابه اجي تلعب معنا ويخسروا الملاير. هانتم خسرتوا الملاير وطلبتوا حدادي، حدادي اش دار؟ ما دار حتى شي، ما دار حتى زفته، لاعب فاشل. وهاد المقابله ديال مصر كارثيه، حتى الدفاع اش من دفاع كتقول لي دفاع مزيان؟ واش هذوك الهربات اللي هرب صلاح وكيخرج كره وسط ثلاثه كيلقاهم لعاب واش هذاك دفاع؟ ما تقولوش لي بان الدفاع كان مزيان، لا سايس ولا اقرد ولا، كل شيء خاصو يتبدل، المنظومه الكرويه الفاشله كلها خاصها تتبدل. يعني كان عندنا الديمقراطيه كان صرح الزاكي وقال بان مصطفى حجي افعى لفعى، كون كانت في مثلا فرنسا او في بلد ديمقراطي راه غادي تفتح تحقيق، علاش كيفاش هذا اللفعه؟ لانه كاين الكع، يعني حارب الزاكي، تخاصم مع رونار، تخاصم مع تخاصم مع مع زياش، وحاج يكون كان يطفر، كون يعري على كتافه ويمشي يدرب الفراقي كما داير سيادو، كما داير السلامي والدميعي وكما داير وليد الركراكي. هو غلاظ عبد البروك، غلاظ بالبروك، ما عندهم ما كيدير والو في الفريق الوطني المغربي، راك شفتو قداش ولا عبد البروك، عبد البروك وكيتخلص 30 مليون في الشهر، 30 مليون، 30 مليون نعطيوه على دوك الناس اللي في الجبال كيموتوا بالبرد، شو لي مانطات ودو لي طاحين ودي لهم الزيت، اش قضينا حنا بهاد الكوره كاع؟ علاش كتحاربوا المدرب المغربي؟ انا بغيت نعرف علاش، واش كاين شي فساد مالي مع المدرب الاجنبي؟ واش كاين شي واحد كيتخلص معاه؟ هادشي اللي باين لينا، شي حد راه كيستافد من الميزانية، يعني كارثة، منظومة كروية فاشلة، الفشل الذريع منذ 1976، وحنا كنطالبوا الجامعة ديال كرة القدم ترجع للعسكر ديالنا. غادي نتكلم على هذا المدرب الفاشل، هذا المدرب هذا اش مخطط دخل بيها؟ مدرب ديال القسم الثاني ما يديرش هذيك الفورماسيون دخل بيها ضد 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 مصر، واش برقوق مدخل برقوق ومدخل حدادي، ما داير حتى زفت معت 110 دقيقه لاعب، يعني واش نتوما باغيين تسطيو الناس؟ واش نتوما باغيين؟ بالنسبه كنتكلم انا على هذا المدرب، غادي نخليكم مع الصوره هذه وغادي تشوفوا هذا، واش هذا مدرب هاز الهم البلاد، وغادي تشوفوا واحد الصوره فريده من نوعها، مكرشخ مع راسو، يعني عار بان 80 مليون مع 90 مليون ولا 100 مليون كدوز ليه في الشهريه ديالو. نخليكم مع هذه الصوره ونكملوا. الحديث على هذه الكارثه الكرويه اللي في الحقيقه كما قلت الناس البسطاء هم اللي كيبغيو هذا البلد ديالنا المغرب، وانا راه كيبان لي هاد المسؤولين كما قلت ما عندهمش كبده على البلاد، ومن خلال التجارب بان الناس الملاير اللي لاباس عليهم راه ما عندهمش كبده على البلاد، عندهم الكبده على المصلحه ديالهم وما يدخلوا في جيوبهم، دبر راسهم المغرب يربح ولا ما يربحش وما مسوقينش، ولكن الضعفاء البسطاء هما اللي كيتفقصوا. وانا غادي نعطيكم نوريكم واحد الشريط كيفاش هاد الجمهور المغربي هذا كيفاش هاد المدرب هذا يعني خرج على المشاعر ديال المغاربه كاملين، وغنوريكم انا واحد الشريط في مقهى كيفاش كانت الجماهير كتفاعل، وكانوا ظنوا خير مع ديك الاصابه اللي كانت تسجلت في الدقائق الاولى ديال ضربه الجزاء ديال بوفال. كما قلت انا هذا المدرب هذا مدرب الله اعلم اش مجلطيه جابوه، مدرب بدون القاب جاي كيربح الفلوس مع راسو، وحنا المدربين الاجانب عرفتي كيفاش كيجيو نهار الاول؟ كيجيو مصوصين، ولكن عا كيجيو دوزو 3 شهور 4 شهور تبارك الله كيبان عليهم الخير والقرقور، يعني كل واحد كيبان تبارك الله الفلوس، الفلوس موجوده في المغرب، اللي كيقول لك الفلوس ما كايناش، الفلوس موجوده في المغرب، وحنا ولادنا ما خدامينش، وكاين بلد كيعاني الفقر والفقراء بالالاف في الزناقي ديالو، والناس كتموت بالبرد في الجبال، لا سبيطارات لا طرقان، ومع ذلك احنا كنهضروا في الفلوس، هاك خد جيب اجنبي هاك. انا ما عرفتش علاش الناس المعقولين ديال المغاربه دي ما كتبغوهمش، ما بغيتوش عويطه سعيد عويطه حاربتوه وداتو الجابون واليابان واستفدت من الخبرات ديالو، يعني الزاكي معقول
بزاف كيداروا ليه، ماشي ساهل باش يديروا لك تمثال في مايوركا، في مدينة مايوركا. علاش؟ داكشي اللي خلى الزاكي من أمجاد كروية في مايوركا. قلت لهم ما باغينش، ما عرفش أنا يعني. الإنسان معاكم كيحير صراحة، هاد المسؤولين هادو واش كيعيشوا في شي قارة أخرى، ولا كيعيشوا في شي، يمكن كيعيشوا كيطلعوا كيباتوا في القمر، ولا ما عارفين، ما كيحسوش بهذا الشعب، وما كي ما كيمشوش يعني. هاد المسؤولين ما باغينش النجاح للبلاد، باغين ضد التيار، خصهم يفقسوا الشعب. هادشي اللي باين لينا حنايا. ونخليكم مع هاد التجاوب اللي كان في مقهى ديال الجماهير المغربية، شباب كانوا كيشجعوا، شباب يعني كاين اللي جاب لغدا شاد كرسي باش يتفرج، باش يتابع الماتش ديال المغرب، عفوا ومصر، وكانوا فرحوا الشباب، وغادي تبان، غادي تشوفوا الفرحة ديالهم كيفاش دايرة. ولكن لا سمح اللي خلط الإحساس ديال هاد الناس هادو، ديال هاد الشباب اللي تصابوا بالإحباط. نخليكم مع هاد الشريط، تشوفوه عاوتاني، غادي نتابعوه، غادي هذا ديال شرح يعني لما وقع مع في هذيك اللقاء المشؤوم ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب المصري. هذا المدرب هذا يمكن مريض في مخه. علاش؟ لأنه جايب عناصر باغي يكون فريق بزز، فريق ما يعني حسب الخطة ديالو، حسب بالله عليكم، واش ماسينا لعاب؟ واش برقوق لعاب؟ واش حدادي لعاب؟ انا بالنسبة لي انا كنت لعابة من البطولة الوطنية، والله تحمروا الوجه يدي، لاعبين ديال الوداد، يدي هاد المصريين، يدي لي معير الناجي ديال البركان، صح، وحسن من حدادي، وحسن من احسن من برقوق ولا البصله ولا مطيشه ولا كما قلت. تكلموا على زياش، كل شيء كيستغرب على زياش، ما والزياش كيصنع الامجاد في الانجليز، وهذا السيد عنده، المدرب عنده عين ديال الدجاج. المضحك بانه ما عرفش باش اش غيبرر الغياب ديال زياش المنتخب الوطني المغربي. وانا غنخليكم واحد الصوره، نخليكم واحد الصوره حتى هي نادره، ديال المدرب نيت وحيد، في كنظن اما في مقابله واما في التدريب. كاين عتف زياش بحال كيقول لي انت بلاصتك ما كايناش، بحال كيقول لي برا، يعني غادي تشوفوا الصوره غيتحكموا عليها، لانه كيقول ليه برا، يعني بحال ما قابلوش. مخلي عناصر مهمة، مخلي عناصر ديال النخبة ديال المحليين، كاين لعابة ديال المحليين كنت داخل خمسة ولا ستة يطعمهم بأربعة اللعاب، كما كان كيدير فاريا، وكانوا اللعابة القدام كانوا كيجوج محترفين وشي الآخر كلشي من البطولة الوطنية. وهو هاد المدرب هذا جايب لعابة ما كيلعبوش في فراقيهم، وكل واحد ما فهمتش انايا كيفاش، لا شونجمون زينه، لا تاكتيك، لا ما عرفتش انايا. كما قلت غادي نخليكم مع هاد اللقطه ديال زياش اللي بحال كيقول ليه انت برا. نخليكم على اللقطه ونكملوا. نكملوا على هاد الشريط. بزاف ديال الناس غادي يقول لك القجاع دار البنى التحتيه، البنى التحتيه شطاتنا البنى التحتيه، هما عزيز اللي ما الزواق وما كيزوقوها، مركب عالمي، مركب احسن مركب في افريقيا، اش خرج منه؟ خرج منه شي لعاب، وكيطلبوا في اللعابه كيمشيو يخسروا في الملاير على لعابه جيت تلعب معانا، جيت كيحزروا فيه، وراه ما لعاب ما والو. كون كان حدادي حمر الوجه كنت شدته اصبع الليمون، كون عطات عليه ما عرفت شنو، لعاب فاشل، لعاب ضعيف، وخلاهم 110 دقيقة، اش كان غيصنع منه؟ والغريب في الأمر وهو أن هذاك اللعاب برقوق، ما صينا كلهم ضعاف، يعني ما عرفش أنا علاش
وكيقول لك بان كاين التكوين، كاين كاينين مركبات تكوينيه في الرباط. اش درتو بهم؟ بالنسبه لمدرب وطني مغربي، خلو الزاكي تعطوه الوقت، ولا عموته، ولا تعطوه الوقت. قول لي يا سيدي هاك خذ، حنا مالناش، غادي خذ الفريق الوطني المغربي، نعطوك السنين كون لينا فريق وسير كيف ما كانت النتائج ونخليوها. ودابا كيقول لك بان كاس العالم، اللقاء ديال كاس العالم ديال ضد الكونغو الديمقراطيه، واش كاس العالم غادي تجيبوه؟ راه المقياس ديال المنتخب الوطني المغربي هو كاس افريقيا. الا ما شتيش كاس افريقيا راه ما عندك والو. المشاركه اش غادي دير في كاس العالم؟ كاس العالم غادي تمشي ثاني تشوف تخسروا فلوس عاوتاني، ثلاثه المقابلات وترجعوا في حالكم وثاني تخسروا الملايير. وهي هذيك كيقول لك العوده الى باقي عندنا امال كاس العالم. اودي الله يهديكم، مديتو كاس افريقيا. وانا غنعطيكم واحد، غادي نعطيكم انا واحد القضيه. شتي دوك اللعبه ديال 1976 اللي كانت غطي بهم الطياره وجابوا كاس افريقيا، اللي حد الساعه الوحيده اللي كاينه دابا، كنت وعدتهم مليون وعدتهم بسياره رونو 12. راه كما كان ضحكوا في المقهى مع الاصدقاء ديالي، كنقول لهم شتو هاد المسؤولين هادو، والله ما عطيتو الشيء اللي ما ردوش، ما عطيتوهم ديك رونو 12. رونو 12 ماشي رونو 12، غتعطي لهم دابا، عطوهم سياره ديال الموديل ديال دابا. الا ما عطيتهم السياره اللي كنوعدتو بها، ما غتقمروا على حتى شي كاس. وانا من هنا كنقولها لكم، وراه غادي تبقى الاخطاء كتكرر، حنا ما عمرنا ما نستافد. وغادي يبقى يمشي نصراني ويجي نصراني، يجي نصراني ضعيف وما يعرف يلبس، وكيجي وكيعرف يلبسو. ورونار قال لي كان كيلبس ديك القميجه البيضاء كانت كتسوى 9000 درهم، كان كيتبوز علينا بها وعمر فلوسه وزاد. كيريس اللي كانوا كيقولوا 260 مليون مشداها، حنا كما قلت عندنا الناس كيموتوا في الجبال، وعندنا الفقر في الزناقي، وعندنا شوفوا الدار البيضاء الفقراء اللي فيها الجيوش ديال الفقراء، كلشي كيطلب، الشباب ما خدامش. انتوما جايبين كيريس عاطينو 260 مليون، وعلاش الغريب في الامر، علاش كتخبيو الصالير ديال المدرب؟ علاش كتخبيوه؟ شكون اللي في صالحو هذا الشيء؟ وحنايا استبشرنا خيرا بهذاك المحامي، وهذاك راه قدم واحد طلب، قدم دعوة داك المجلس حسابات باش يفحص الماليه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، الا ما خرجوش ليها عاوتاني بشي بشي بشي. ومن هذا المنبر كنقول القجع سير في حالك، بارك عليك. وكنطلبوا العسكر، باش العسكر ديالنا باش يرجعوا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عاوتاني، ياخذوا العسكر. اللهم العسكر كما قلت في البدايه، لان المجد الكروي عشناه مع العسكر ديالنا، عشناه مع الكولونيل بالمجدوب، وعشناه مع ادريس باموس ومع حسني بن سليمان يعني. وكما قلت البنابر والصحف اللي كانوا راه خطأوا، اللي كانوا داروا واحد الحمله وكانوا قالوا بان جامعه كره القدم خاص ياخذها، ترجع ياخذوها مدنيون. ها هو جا مدني، ها هو جا مدني كيغرف تبارك الله في الملايير بدون حاسيب بدون رقيب يعني. وهذوك المنابر الاعلاميه وراهم شافوا كيفاش، ها هما قدموا واحد الخدمه، قدموا خدمه مجانيه للسي القجاع باش ياخذ كشخص مدني كخارج الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. وفي نفس الوقت هو يا هو في عنده منصب في الحكومه، وهو المكلف بالميزانيه. وراكم شفتوا كيفاش غادي يدير، غادي يغرف من الميزانية ويعطي للمنتخب الوطني المغربي ويعطي للمدرب بدون حاسيب ودون رقيب. وفي الأخير كنقولوا داك المثل ديال إذا لم تستحي فافعل ما شئت، لأن خرجتي على الأعصاب ديال المغاربة. وما عرفتش أنايا كيفاش نقول، كتخوني الكلمات في آخر هذا الفيديو هذا. وحنايا كنتسناو المغاربه كاملين اللي كيتسناو بان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خاصها تقدم استقالتها كامله للمدرب وحجي كلشي. عندكم تمسحوا الشماعه في حجي، ها هو حجي حيدتوه انتوما؟ لا سيدي، كلكم خصكم تحيدوا، لا الحجي ولا القجع ولا الصطاف ولا الوحيد يمشي في حاله. راه الا خليتوه
كارثة جاية. وربما المغاربة راه غيديروا إضراب على مقابلة المنتخب الوطني المغربي، ما غاديش يتفرجوا فيهم كاع نهائيا، لأن ما عندكم المشاعر ديال، ما عندكمش المشاعر ديال البلاد. كما قلت وغادي نختم بها، بديت بها وغادي نختم بها، بأن الناس البسطاء هم اللي كيبغيو المغرب، هم اللي كيغيروا على هذه البلاد. وكقدم حرقة، وراكم شفتوا جوج الناس ماتوا في مقهى كيتفرجوا بسكتات قلبية. وفين عمرنا نحن سمعنا شي مسؤول مات بسكتة قلبية غضبا على نتائج المنتخب الوطني المغربي؟ كيغرفوا مثلا مع روسهم مرام في الطيارة، هنا في الطيارة ليه كيقول لك المغرب يربح ولا ما يربحش؟ يعني هاد كيقول لك بأن خصك دير ديزاناليز، هاد المسؤولين خصنا نديرهم ديزاناليز واش عندهم حب الوطن ولا لا. لأن حب الوطن كيبغوه الناس البسطاء، وكيبغوه الناس الناس البسطاء اللي كيبغوا، اللي كيبغوا المغرب وكيجي المغيره، بالرغم بانهم كيعيشوا في عندهم صعوبات العيش وصعوبات الحصول على الرزق، ومع ذلك كيبغوا هذه البلاد. ولكن المسؤولين كما ربما كما قلت انا للاصدقاء، هاد الناس وقيله كيجريو كيلعبوا ضد التيار وباغيين يفقسوا الشعب، ما باغينش النجاح. لانكم كانوا باغيين النجاح من 76 كنا حنا فزنا بالكؤوس. شوفوا مصر دابا اللي كدير السينما وكدير المنتخب المصري محترف، كيعرف في السينما، كيعرف يتماوت، كيعرف يسقط. حنا ما عندناش داك الشيء، جايبين لعابه مولفين بالشتا والضبابه. الا لعبوا في افريقيا خصك تاني تعمر لهم واحد الطياره، تعمر لهم بالبرد وتعمر لهم بالضبابه وتدي لهم ودي لهم فوق التيران باش يلاه يصيبوا خاطرهم. يقول لك بان احنا لاعبين فاشلين. هذه المنظومه ديال المحترفين راه ما عطات حتى نتيجه من قرن وزماره هذه، وانتم باقيين تابعين السراب وغادي تبقاو السراب. وفي الاخير كنطلبوكم الا بغيتوا البركه تنزل، ديروا مدرب وطني واعطوه الوقت وخلوه، سدوا عليه وخلوه ما يبقى يمسوا حتى واحد، اعطوه لا كارت بلونش. وهذوك اللعبة القدام الأسود الحقيقيين ديال 76 أعطوهم السيارة اللي وعدتهم بها، وراه ربما هذيك راه هي اللي واقفة ضد هاد النتائج الكارثية اللي كنحصلوا عليها، لأنهم تمحنوا وتكرفصوا. كنت غطي طيح بهم الطيارة، أعطيتهم مليون، وعدتهم بسيارة ولو رونو 12 في 1976 ما عطيتوهاش ليهم. بينكم وبين الله. هادشي اللي نقول لكم، وإلى اللقاء، وشكرا على تتبعكم.